يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما منافع الخمر التي ذكرت في سورة البقرة؟ هذا في أول الأمر، لأن الخمر حرمت على التدريج، لأن الناس غارقون فيها تعلقون بها، فلو حرمت من أول الأمر لا صعب تركها، فالله حرمها على التدريج. الأول قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بالأول قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذا تعريض بتحريمهما، لأن ما نفعه ما ضرره أكثر من نفعه فلا خير فيه، العاقل ما يقدم عليه، فهذا من باب التنفير منها، لكنه لم يحرمها لكن نفرهم منها ووكل المقارنة إلى عقولهم، كيف تأخذ الضرر الكبير علشان نفع يسير؟ ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حرمها الآن تحريما مقيدا للصلاة، ثم حرمها تحريما باتا في جميع الأوقات في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فعند ذلك انتهوا وتركوها لأنهم تدرجوا فيها حتى تركوها تخلصوا منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والمنافع التي فيها مالية، فيها اقتصاد وفيها طرب ولذة، لكن يعقبها شر ويعقبها إثمهما أكبر من نفعه، الميسر فيه منفعة مالية واقتصادية ويحصلون على أرباح، لكنها أرباح سحت ومحرمة وتفضي إلى الشر وإلى والعداوة والبغضة، لأن المغلوب يعادي الغالب في الميسر والقمار. نعم.